بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذي الأعزاء، كما وعدتكم جيتكم بدرس جديد، يعتبر الدرس الثاني بيناتنا. ملاقات خير. الدرس هذا الموضوع تاعو عن المدة المستغرقة في التحول الكيميائي. الدرس السابق كان يهدر على أحد أنواع التحولات الكيميائية. اليوم حبينا نعرف هذه التحولات الكيميائية اللي راهي تصرى في الكون ولا في حياة الإنسان الكيميائي، هل تستغرق مدة صغيرة؟ هل تستغرق مدة أكبر أو أطول؟ وإذا كانت تستغرق هذه المدد، هل يمكن المقارنة بينهما؟ والأساس الأساس بالنسبة للإنسان الكيميائي، هل يمكن القيام بدراسة زمنية لكل من هذه التحولات الكيميائية؟ اخترت لكم في هذا الدرس 3 تجارب، كل تجربة رايحة تعطينا نوع من هذه التحولات. نبدأ على بركة الله بالتجربة الأولى، تفاعل برمنغنات البوتاسيوم مع كبريتات الحديد. كما رانا نشوفه في الفيديو، عندما نسكب تدريجيا محلول برمنغنات البوتاسيوم على محلول كبريتات الحديد، وش رانا نلاحظه؟ نلاحظ زوال اللون البنفسجي الذي يميز البرمنغنات البوتاسيوم مباشرة عند لحظة التمازج بين المتفاعلين. هذا وش دليل؟ دليل على أن التفاعل أو التحول الكيميائي هذا تحول سريع جدا جدا، لا يمكن متابعته بالعين المجردة. رانا نشوفو بلي غير أوفات نحطو برمنغنات البوتاسيوم، اللون البنفسجي يزول مباشرة، لا يرى بالعين المجردة. إذا المتابعة الزمنية العينية غير ممكن، يعني مثلا ما نقدرش نقول في اللحظة تي راح يكون كذا وفي اللحظة تي صفر راح تكون كذا. المهم لا يمكن المتابعة بالعين المجردة، لكن كما قلت في الدرس السابق، دائما 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 بما أنها معادلات أكسدة إرجاع، يمكن كتابة المعادلات النظرية بطريقة اعتيادية. إذا رايحين نشوفوا كيفاش نكتبوا معادلات أكسدة الإرجاعية على حساب الدرس السابق كمراجعة. معادلة الأكسدة الإرجاعية لهذه التجربة، احنا من خلال التجربة نشوفوا بلي الأمانوكاتموا وشوارد الحديد الثنائي هم اللي راهم يتفاعلوا في التجربة. إذا رايحين نكتبوا لكل واحدة منهم معادلة. معادلة الإرجاع للثنائية أمانوكاتموا أمان دو بلوس، علاش نسموها معادلة إرجاع؟ باسكو رانا بدينا بالمؤكسد، المؤكسد هنا هو اللي يلعب الدور الكبير في هذه التجربة. إذا بما أن بدينا بالمؤكسد، لوجيكمون راح يكون عندنا معادلة إرجاع. كيفاش نكتبوا معادلة الإرجاع؟ نكتبوا الثنائية الأفراد الموجودة في الثنائية، عندنا أمانوكات بدينا فيها بالمتفاعلات، والأمان دو بليس رايحين لها للنواتج، هذه كبداية. وبعدها قلت لكم في الشرط الثاني نحوسوا على العنصر الأساسي شحال راه يتكرر. من ناحية المتفاعلات نلقاو بلي الأمان راه يتكرر مرة واحدة، والأمان في الشطر الثاني يتكرر مرة واحدة، إذا عدد الذرات تاع الأمان راهي متوازنة. نفوتوا إلى الشرط الثالث واللي يقول لك وموازنة عدد ذرات الأكسجين. نشوفوا بلي موجود في الطرف الأول ذرة الأكسجين موجودة مع جزيئة مع شاردة الأمانوكات، عندنا 4 ذرات من الأكسجين. كيفاش نوازن الأكسجين؟ بإضافة عدد من جزيئات الماء، نضيف 4 جزيئات ماء. علاش؟ آخر مرة قلت لكم بلي جزيئة الماء فيها ذرة واحدة من الأكسجين، إذا لحقناها بالمعامل 4 يولي عندنا 4 ذرات أكسجين. جيد، وزننا الأمان، وزننا الأكسجين، نشوفوا باللي عند إضافة H2O رانا زدنا ذرة هيدروجين أو ذرات هيدروجين. شحال زدنا في الطرف الثاني من ذرات هيدروجين؟ زدنا 8 ذرات. باش نوازن عدد الهيدروجينات لازم نزيد H+. شحال نزيدو H+؟ لازم نزيدو 8 H+. H+ اللي هو البروتون، دونك نزيدو 8 H+. وزننا الأمان، وزننا عدد ذرات الأكسجين، وزننا عدد ذرات الهيدروجين، كل الذرات محفوظة،
نروح إلى القاعدة الثانية من الانحفاض، واللي هي وهي الأساسية، اللي هي انحفاض عدد الإلكترونات باش نقدر نوازنه. بما أنها معادلة إرجاع، فالإلكترونات أكيد 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 راح تكون في الطرف الأول اللي هو طرف المتفاعلات. كيفاش رايحين نلحقوا، شحال رايحين نزيدوا عدد الإلكترونات؟ تبعوا معايا الخطوات. نبدأ بأمانوكات موا، شاردة مركبة سالبة. شحال السلبية؟ السالبة تاعها عندها ناقص واحد، أي مكتوبة فوق على اليمين في الفوق إشارة ناقص، عندها ناقص واحد بالنسبة للأمانوكات. مازلنا في نفس الطرف، الطرف الأول. عندنا بروتونات، وكما نعرف بروتونات ذات إشارة موجبة ملحوقة بالعدد ثمانية، إذا عندنا زائد ثمانية. بما أننا في معادلة إرجاع، إذا نبحث عن عدد الإلكترونات، نرمز لعدد الإلكترونات ب X، هذا في الطرف الأول. نذهب إلى الطرف الثاني، نشوف باللي شاردة المنغنيز عندها زائد 2، هي شاردة موجبة بزائد 2. أما بالنسبة إلى الماء فهو متعادل كهربائيا، إذا شحنته معدومة. عندنا معادلة من الدرجة الأولى، نحاول نستخرج المتغير X. المتغير X نعاود نكرر، هو اللي راهو يبين لي عدد الإلكترونات المضافة في طرف المتفاعلات لعملية الإرجاع. ناقص واحد زائد ثمانية تعطيني زائد سبعة. نطرح ونحتفظ بإشارة الأكبر، نحتفظ بالإكس لأنه هو الهدف بتاعنا. زائد اثنين زائد صفر يبقى لي زائد اثنين. ننقل زائد سبعة إلى الطرف الثاني، رايح يولي لي بالسالب، رايح يولي لي أكيد بالسالب. احتفظت بالإشارة زائد لهدف، لأن احنا نخدمه بالشحن، دونك لازم تبان الشحنة فقط. كما رانا نشوفو، زائد اثنين ناقص سبعة، نطرح ونحتفظ بإشارة الأكبر، تعطيني X تساوي ناقص خمسة. الناقص بالنسبة للمعادلة راه يمثل الإلكترون، وخمسة هو عدد الإلكترونات. إذن عدد الإلكترونات المضافة هي خمسة إلكترونات في طرف المتفاعلات. نعود نقرأ معادلة الإرجاع، أمانوكات موا زائد ثمانية H بلس زائد خمسة إلكترونات تعطينا أمان دو بلس زائد 4H2O. هذه بالنسبة للمعادلة النسبية الإلكترونية الأولى في هذا في هذه التجربة. نروحوا دوكا لمعادلة الأكسدة. إذا رانا حابين نديروا أكسدة إرجاع، لازم يكونوا عندنا معادلتين متعاكستين. المعاكس للإرجاع هي الأكسدة. الشاردة اللي راهي تلعب دور في هذه التجربة هي شاردة الحديد الثنائي Fe2+. قمنا بكتابة معادلة الأكسدة على الشكل التالي، Fe2 بلس تعطينا Fe3 بلس زائد واحد إلكترون. في التجربة هذه لو دامت أكثر وقعدنا غير نزيدو في الأمانوكات، رايح يولي لنا المحلول لونه رمادي صدأ، ولا رمادي والصدأ، ما بين رمادي والصدأ يعني قصديري. إذا في الثنائية راح يكون عندنا Fe3 بلس Fe2 بلس كمرجع و Fe3 بلس كمؤكسد. بعد كتابة معادلة الإرجاع ومعادلة الأكسدة يجب الجمع بينهما. راني نشوف اللي في معادلة الإرجاع في الطرف الأول عندنا خمسة إلكترونات، في معادلة الأكسدة في الطرف الثاني عندنا إلكترون واحد. الهدف من معادلة الأكسدة الإرجاعية التخلص من الإلكترونات. إذا نضرب المعادلة الثانية في المعامل خمسة ونقوم بالنشر والتبسيط. كي نقوموا بالنشر وتخلصوا من عدد الإلكترونات كما راكم تشوفوا في المعادلة، كي تخلصنا من الإلكترونات نتحصلوا على معادلة التفاعل اللي راهي تصرى في هذه التجربة. هذه المعادلة هي أمانوكات موا زائد خمسة اف او دو بلس زائد ثمانية اش بلس تعطينا أربعة أمانو دو زائد خمسة اف او تروا بلس زائد أربعة اش نين او. أعتذر، تعطينا 4 أمان 2 بلس زائد 5 F 3 بلس زائد 4 H 2 O. هذه هي اللي حب يتعلم يكتب معادلة الأكسدة الإرجاعية، ما عليه فقط أنه يتبع الخطوات الصحيحة باش ما يغلطش في الكتابة.
وهكذا يدرس الدراسة أو يكتب المعادلة اللي تفسر التجربة نظريا، ما رايش رايحة تفسرها عيانيا، رايحة تفسرها نظريا. العيان رانا شفنا باللي تفاعل سريع جدا. بما أن التفاعل سريع جدا وهو تفاعل أيضا تفاعل أكسدة إرجاع، نستنتج أنه إذا كان التحول الكيميائي سريعا فيما في التجربة بتاعنا، يعني أنه بلغ نهايته مباشرة بعد تلامس المتفاعلات، وأكيد لا يمكن متابعته بالعين المجرد. وش نستنتج من هذا الشطر الأول؟ نستنتج أن أول نوع من التحولات الكيميائية هو التحولات السريعة. بلا ما نطوله، إن شاء الله تكونوا فهمتوا التحول الأول. ندخلوا على التحول الثاني طول. نعتذر. التجربة الثانية هي تجربة تفاعل الحديد الصلب مع كبريتات النحاس. كما نشوفوا حطينا مسمارين مع كبريتات النحاس. كبريتات النحاس عبارة عن محلول يحتوي على شوارد سي دو بليس. نخلوها فترة 20 دقيقة ونعود نستخرجوا المسمارين اللي حطيناهم. وش نلاحظوا؟ نلاحظوا ترسب النحاس الصلب على المسمار الحديدي. هذا دليل على التفاعل الذي حدث ما بين ذرة الحديد وشوارد النحاس الثنائي. شوارد النحاس بعد ما تفاعلت، اللون الأزرق هذا اللي كان يزول تدريجيا لو خلينا أكثر من 20 دقيقة. ديجا هو راه زال تقل شوية، بصح راح يزيد يزول أكثر وأكثر، ويظهر في بلاستو اللون الأخضر المصفر. اللون الأخضر المصفر بالطبع دليل على تواجد شوارد الحديد الثنائي. أنا نشوفوا باللي شاردة تحولت إلى ذرة، والذرة تحولت إلى شاردة. إذا تفاعل الأكسدة الإرجاعية. نشوفوا كيفاش نكتبوا معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية مع بعض بعد حين. لكن اللي نحبوا نلاحظوه في هذه التجربة بالضبط، ما راهي تتميز بارابور للتجربة الأولى، باش تتميز أن المدة تاعها 20 دقيقة مقارنة بالتجربة الأولى. التجربة الأولى كان التفاعل مباشر عند تلامس المتفاعلين، لكن في التجربة الثانية دامت مدة 20 دقيقة. إذا 20 دقيقة هي مدة طويلة مقارنة بالتجربة الأولى، مدة طويلة ولكن مش طويلة لدرجة كبيرة. ومن هنا رايحين نستنتجوا أن هناك نوع ثاني من التحولات اللي هو التحولات البطيئة. ما راهيش بطيئة بزاف وما راهيش سريعة كما التجربة الأولى. رايحين دوكا نشوفوا كيفاش نكتبوا معادلة الأكسدة الإرجاعية. هذا كامل راح يكون في دور مراجعة أكيد لطريقة الكتابة. باش نكتبوا معادلة الأكسدة الإرجاعية، حبيت نأكد لكم، يسموها احنا بالفرنسية لي شيميز نقولوا لا رياكسيون ريدوكس. ريدوكس اختصار كلمة ريدوكسيون الإرجاع وأوكسيداسيون الأكسدة. نكملوا. درنا معادلة الإرجاع. معادلة الإرجاع راح تخص بالمؤكسد، والمؤكسد هنا في هذه الحالة هو شوارد النحاس. نكتبها بالطريقة السهلة، Cu2+ نزيد لها إلكترونين تعطينا ذرة النحاس Cu. المعادلة المعاكسة لمعادلة الأرجاع هي معادلة الأكسدة. معادلة الأكسدة تهتم بالمرجع، والمرجع احنا عندنا هنا هو معدن الحديد أو ذرة الحديد. الحديد فقد إلكترونين باش يعطينا شاردة الحديد الثنائي عبر المعادلة التالية، Fe يعطي شاردة الحديد الثنائي زائد إلكترونين. معادلتين متعاكستين، عدد الإلكترونات في الطرفين متساوي، إذا يمكن الجمع مباشرة للتحصل على معادلة الأكسدة الإرجاعية التالية، Cu2 بلس زائد Fe تعطينا Cu زائد Fe2 بلس. هذه بالنسبة للمعادلة التي تفسر التجربة رقم 2، واللي هي تمثل التحول البطيء بين الحادث بين ذرة الحديث وشوارد النحاس الثنائي. نستنتج أن التحول الكيميائي إذا كان بطيء يعني أنه استغرق يا إما عدة ثواني يا إما عدة دقائق أو ساعات.
وأكيد يمكن متابعته بالعين المجردة. أصلا الدراسة الزمنية تاعه راح تكون جيدة، راح تكون ملاحظة بالعين المجردة جيدة جدا. حاليا استنتجنا تحولين، التحول الأول هو التحول السريع وكان في التجربة الأولى، والتحول الثاني هو التحول البطيء وكان في التجربة الثانية كما رانا موضحنا في هذا الفيديو. رايحين نكملوا التحول الثالث الذي ميزناه. إذا هذا التحول هو تفاعل أكسدة ذوبان، الأكسدة الإرجعية لذوبان البرمنجانات. رانا نشوفوا باللي حطينا، اعتذر، رانا نشوفوا باللي حطينا، نعاود نرجع الفيديو. حطينا كابليس امانوكات في القنينة الأولى، القنينة راهي بيضاء، الله يبارك، راهي شفافة. بعد عدة أشهر كي نعاودو نولو نشوفوا ترسب في جدار القارورة لأكسيد المنغنيز أمانو 2. الأمانو 2 هدايا دليل، كيفاش عرفناه؟ من الترسب هذاك واللون هذاك البنفسجي تاع برمنغانات بوتاسيوم. أنا أشوفه باللي خلاص زال، ما قعدش كيما كان بعد عدة أشهر. هذا راه يخالف قاع تيك التجربتين السابقتين، التجربة الأولى سريع جدا، التجربة الثانية بطيء، هذا راه بطيء جدا جدا، يعني استغرق عدة أشهر. بالملاحظة العينية راح يكون صعيب جدا جدا، علاش؟ لأنه الإنسان بحد ذاته يرقد، ما يقدرش رايح يتبع التجربة 24 ساعة على 24 ساعة، ما عدا إذا حط فيديو، قعد حط كاميرا بيتو، أعتقد، أعتذر، كاميرا وخلاها مدة عدة أشهر، لا أعلم شحال المدة تاعها، ولكن تخيلوا معايا كيفاش رايح يكون الأمر. صعب جدا أنك تعاينه بالعين المجردة. معليش، الهدف تاعنا كامل أنه نعرف أن كاين نوع جديد من التحولات، والنوع الثالث هو التحولات البطيئة، قدر يحكم عدة أشهر، قدر يحكم عدة أيام، قدر يحكم عدة سنوات. يعني كما التحولات النووية، يعني تحولات بطيئة جدا جدا اللي دامت يعني من زمن بعيد إلى ومازالها لحد الآن تتسير، إذا تحولات بطيئة جدا. لكن رغم ذلك فهذه التجربة بالذات اللي راهي تجربة تاع أكسدة إرجاع، حتى إذا صعبت علينا بالعيان يمكن كتابتها نظريا، معادلات بسيطة. رايحين نشوفوا كيفاش نكتبوا معاد الأكسدة الإرجاعية لهذا النوع من معادلة الأكسدة الإرجاعية. معادلة الأكسدة الإرجاعية هذه راهي تهتم بعمليتين، عملية الإرجاع وعملية الأكسدة. عملية الإرجاع أكيد تهتم بالمؤكسد اللي هو هنا في هذه الحالة شوارد البرمنغانات أمانوكات موا. شوارد البرمنغانات أرجعت إلى أكسيد المنغنيز اللي هو أمانو 2 اللي شفناه في القارورة على اللون البني الداكن. المعادلة هذه كما كتبناها سابقا في الدرس، كما رجعناها وبعدها أعطتنا ما يلي: أمانو 4 موا زائد 4H بلوس زائد 3 إلكترونات تعطينا أمانو 2 زائد 8H 2O. وين حطينا الأمانو 4 موا هدايا؟ هاد الأمانو 4 مزجناه مع الماء وخليناه لمدة معينة. التجربة ممكن ما راهش واضح، لكنه عبارة عن سائل حطيناه لمدة معينة. فلمن صارت الأكسدة؟ صارت الأكسدة لجزيئة الماء. وش ولا تعطينا؟ رايحة تعطينا انطلاق لغاز الأكسجين عبر معادلات تالية: زوج جزيئات H2O تعطينا غاز الأكسجين ثنائي زائد 4H بلس زائد 4 إلكترونات. باش نتخلصوا من الإلكترونات لازم، باش نكتبوا نتخلصوا من الالكترونات ونكتبوا معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية لازم نضربوا، اعتذر، في المعاملين 4 و 3 باش نتحصلوا على المعامل المشترك اللي هو 12. معناها رايح يولينا في الطرف الاول 12 الالكترون، في الطرف الثاني 12 الالكترون، وهذا يسهل علينا اختزال الالكترونات. باش نتحصلوا في الاخير بعد النشر والتبسيط نتحصلوا على المعادلة التفاعل اللي رايح نهتم بها في التجربة هذه، اللي هي 4 أمانو 4 موا زائد 4H بلس تعطينا 4 أمانو 2 زائد 3O2 زائد 2H2O. هذه المعادلة راهي تفسر
وتوضح التجربة لكيفاش صارت ما بين الأفراد. ما لازم نستنتجه، وش رايح نستنتجه؟ بما أن التفاعل دام لمدة 20 دقيقة، إذا هو تحول كيميائي بطيء جدا جدا. هذا التحول الكيميائي بطيء كيفاش نعرفه؟ رايح نعرفه إذا استغرق عدة أيام، عدة أشهر، عدة سنوات أو ما أكثر. باش نديرو الملخص، في التحولات الكيميائية هناك ثلاث أنواع من التحولات الكيميائية، أكيد ثلاث أنواع من التحولات الكيميائية حسب المدة الزمنية المستغرقة. كاين التحولات السريعة، التحولات السريعة هذه تحدث مباشرة عند ملامسة المتفاعلين مع بعض. النوع الثاني اللي هو التحول الكيميائي البطيء، التحول الكيميائي البطيء هو إذا استغرقت عدة ثواني، عدة دقائق أو عدة ساعات. التحول الثالث اللي هو التحول الأخير اللي هو التحول الكيميائي البطيء جدا، البطيء جدا إذا استغرقت عدة أيام أو عدة أشهر أو عدة سنوات. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس تاع اليوم، درس راه بسيط جدا جدا مقبل للانطلاق لأصحاب البكالوريا. أي استفسار حطوه في خانة التعليقات، وما تنساوش برك تقوموا بالاشتراك معنا باش يلحقكم اي جديد تاع الدروس اللي رانا نحطوها، وموفقين باذن الله. في امان الله. السلام عليكم.